بسم الله الرحمن الرحيم. بنستعين متابعينا الاعزاء، السلام عليكم، اسعد الله مساكم بكل خير. اليوم بناء على طلب المتابعين في اليوتيوب راح اوريكم طريقه تنظيف الثلاجه في الفتك. طريقه تنظيفها سهله جدا ان شاء الله. اول شيء تفك الدرج، عندك 5 مسامير، صور لي هنا يا ابو يوسف، هنا 1 شايفين، وفوق 1، وهنا 2، وهنا 1. 5 مسامير تطلع فيها الدرج. طيب بعد ما تفك الخمس مسامير اللي قلت لكم عليها، في هنا مسمار تحت، هنا 1 اخر الدرج، وهنا 1، هذه لازم تفكها عشان يطلع معاك الدرج كامل، وهذا لازم ينفك، هذا مسمار، وهنا اهم شيء يا اخوان ضروري المسامير تختلف بعضها عن بعض، يعني المسامير اللي خارجة في الديكور زي كذا غير عن المسامير اللي داخلة في الثلاجة. فنصيحة، مسامير فكيتها من برا تحطها مع بعض في علبة موية، في قارورة، في جيبك اليمين، في درج الباب، هنا مثلا، هذه خلاص المسامير الخارجية، الاثنين اللي هنا والخمسة اللي هنا. المسامير الداخلية تحطها في مكان ثاني عشان ما تتلخبط وتعرف مسامينك وتعرف شغلك. درج بعد ما تفكه، هذه الثلاجة الآن أمامك، تنظيف الثلاجة الحالة ما يكفي، لابد أنك تنظف المروحة هذه. فعشان كذا أنا قلت لكم تفكوا الديكور هذا، أعطيني كذا بيوسف الديكور هذا، ما تطلع المروحة لين تفكه. هذه المروحة وهذا الديكور، هو مسمار واحد، تفكه من هنا، ترفع هذه كذا، خلاص طيب. الآن نكمل المروحة. المروحة عبارة عن 3 مسامير زي ما انتم شايفين، هذا 1 وهذاك الثاني وهذا الثالث. تفك 3 المسامير وتفك الفيش. امسك لي الجوال يا ابو يوسف، لا انت حق الثلاجة، هذا حق المروحة عفوا، هذا اللي تحت، هذه عادي تفصل وما تفصل ما هي مشكلة، وتفك المسامير هذه ويلا نرجع لكم. وقف التصوير، تصور، شوفوا هذه المروحة يا اخوان، شوفوا كيف من هنا معدومة المروحة. فالمروحة تتغسل، تتنظف، تتنفخ بالهواء من هنا كل شيء. اهم شيء لا تدخل مويه هنا، لانه هذه منطقه كهرباء وكذا، افضل شيء انه ما تجيها مويه، لو جاتها مويه بالهواء نفخها. كان نفسي نصور قبل ما نحط المروحه لانه المويه كانت نظيفه صافيه. شوفوا المنطقة هذه كيف الداخلية، لازم يكون عندك فرشة أو شيء تنظف فيها هذه، لازم. تصورها، شوفوا كمية التراب اللي تحت الدعاسات، وهذا وانت تنظف هذا وانا انظف سيارتي كذا كذا. صور، شوف. طيب الان نرجع للثلاجة. الثلاجة يا اخوان مصاميرها من تحت، تجيها من تحت، عندك 1 هنا
واحد هنا اثنين، وعندك من داخل تيجي من تحت كذا هناك في ديك المنطقة، تحط يدينك كذا إلين توصل المسمار، تأكد إنك ماسك المسمار وتفكه. هذه الثلاثة المسامير اللي تيجي ماسك الثلاجة، بالإضافة إلى التيلة هذه. التيلة هذه يوم تيجي تفكها حط يدك كذا لأنها بتطير عليك. صبر لي يا أبو يوسف أنا أفكها أساسي. الشباب إيش أنت أبو، المفروض مفك عادي. هذه ينتبهوا منها ولا تضيع. يلا نفك المسامير ونرجع لكم اخوان. واحد صور لي هذا يا ابو يوسف، وفي نفس هذا في الناحيه الثانيه هنا، شوفوا هناك هذه المسمارين اللي باقيه، وهذه هذه تفكها كذا فيش. هذه بعد ما تفك المسامير كلها تنزل هذه كذا كذا، وتبدأ تنظف من هنا ومن الناحية الثانية. أبو يوسف صور داخل كيف نظيف ولا وزخ، ما أشوف. شوف الناحية اللي هناك كيف كلها تراب. تجيب مسدس الهواء اللي في الموية وكذا تبغى تنظف بالموية، وأهم شيء على تحت أساس التراب هذا كله يطلع. الآن بنوريكم طريقة التنظيف. طيب بالنسبة للموية يا اخواني اللي يسألني الموية كيف تنزل وكذا، موية المكيف اللي تتجمع تنزل على تحت، نفس الموية اللي تنقط تحت السيارة، الآن بنصور لكم إياها. فتجيب مسدس الموية من الناحية هذه تقدر توصلها. صور المويه لتحت. طيب كويس كمل. وبكذا يا اخوان انتم بتنظفوا ثلاجة المكيف من غير ما تفك فريون، من غير ما تفك الثلاجة، من غير شيء، ولا تروح لواحد ياخذ منك 800 ولا 1000 ريال عشان يفك لك ثلاجة كاملة. بكذا انتهينا. اهم شيء التطبيق يا اخوان، ضروري التطبيق. هنا يا ابو يوسف شوفوا هذه اللي هنا تنحط مع هذه، وهذه الخابور ده له فتحة هنا. خليني بس انزل تحت، ماني قادر اسوي. كذا اهم شيء التطبيق يا اخوان يكون مضبوط من هنا ومن هنا. شوفوا لاحظوا هذه ما ركبت، لازم تركبها الثلاثه، واحد اثنين والثالثه اللي هي داخل هناك اللي فكيناها ورا، وهذيك اصعب شيء، هي بتعبك في التركيب. بعد ما تركب شغل المكيف وتاكد انه هنا ما في تنسيم هواء، تاكد انه هنا ما في تنسيم هواء، وبعد كذا شد وقفل وكل شيء. الان برجع اركبها وبرجع لكم. المويه طبعا لازم بالهواء هنا وهنا.
آخر نصيحة يا أخوان، هذه قطع بلاستيكية ما ينفع تشد عليها بيدينك الاثنين. إذا مسكت المفك مربع تشد بيد واحدة كفاية، إذا شديت بيد واحدة كفاية، باليدين ممكن تكسرها ترى. والآن مع التجربة، بسم الله. اتأكد انه هنا ما في هواء، ومن الناحية الثانية ما في تنسيم هواء نهائيا. كذا انت امورك طيبة وما شاء الله تبارك الله، يرجع المكيف بلد. بكذا انتهينا. تأكد من الديكورات انه ما فيها اي صوت، ما في اي شيء مفتوح، ما في شيء محلول، والله يبارك لكم في حلال. طيب بالنسبة للرافور، اول شيء بعد ما تفك الدرج عندك هذه فرحت، هذه تدفها كذا، على اليسار وتطلع معك. شوف الدفه هذه على اليمين تطلع معك. يبقى عندك مسمارين، هذا مسمار وهذا مسمار، عشان تفك الدرج وتاخذ راحتك في الشغل. هذا الدرج فكيناه، الآن بنفك المروحة، لأنه زي ما تلاحظوا، أعطيني أبو يوسف، ثلاجة الرافور ما تيجي هنا. الثلاجة شوفوا وين جاية، هذه جاية الثلاجة كذا، الرادياتر حقها كذا، ما هو جاي كذا. اللي عندي انا كذا تقدر تنظفه، هذه للاسف لا. فلابد انك تشيل المروحه هذه وتدخل اللي حق المويه كذا مع يدينك، وبعدين تثني اللي كذا، يصير ضخ المويه بيجي كذا، بيجي على الرادياتر اللي جاي بالعرض. للاسف ما تقدر توصل للثلاجه الا اذا فكيت الطبلون كامل. فاحنا عندنا حل مؤقت الان بنوريكم اياه. هذا فلتر الهواء، ما نحتاجه طبعا عشان لا يجي فيه مويه ولا شيء ولا يتوسخ. وهذه المروحه الان بنفكها من تحت. عندك ثلاث مسامير نفس النظام، هذه وهناك واحده وهنا واحده، ثلاث مسامير تفكها وتنزل المروحه. صور. طيب عندك ثلاثة فياشة تفكها، هذا أول شيء هنا، هذا وهذا، هذه فيشين، وهذا اللي يمسك الأسلاك، ما في شيء. الآن هذا واحد، وهذا الثاني، وهذا الثالث، هذه الثلاثة. وبكذا طلعت المروحة معك. المروحة نظيفة لأنه أول نظفناها، صح؟ إيه، إحنا أول نظفناها عشان نعرف إنه ما هو نظافة. لا، هذه منظفينها قبل كم يوم. طيب يا إخوان، الآن خلاص كذا عندك سارة الطريق سالك. تدخل تحط يدك من هنا، تدخل داخل، وفي هناك فتحة شايفينها هذيك، تدخل يدينك بالطريقة هذه، تدخل يدينك كذا وكذا، حيجيك الرادياتر على يسارك، تدخل لي الموية وتثني، والله يعينك تنظف فيها. ولا لك طويل. من هنا يا واد تحت بني. هذا عيب الثلاجات اللي زي كذا. وزي ما انتم شايفين يا اخوان، لازم يدينك تدخلها للاخر علشان توصل للثلاجة. الثلاجة هناك، وتجيك بالعرض، يجيك الرادياتر كذا بالعرض نازل. لازم تجيب الموية كذا، شوفوا كيف الموية اللي طالعة من تحت، شوفوا كمية التراب اللي طلعت من عند ابو يوسف. ابو يوسف الموية اللي بتطلع نظيفة خلاص. ايش رايك؟ قفل؟
طيب الآن يوم حطينا اللي من هذيك الناحية من عند المروحة الرديتر كذا نظفنا هذه الناحية، الناحية الثانية عشان توصل لها لابد من هنا من هذه الفتحة تدخل وتروح يسار. إذا قدرت تفك هذه البلاستيك يكون أفضل، ما قدرت تفكها هذه ما هي مشكلة، دخل لي الموية واعكفه. يلا روح.